وفي حوار خاص لدكتور رضا حجازي أجرته اليوم السابع، وهو طبعا رئيس قطاع التعليم العام ورئيس امتحانات الثانوية العامة، أكد فيه أن الوزارة استعدت بالفعل بشكل جيد جدا لامتحانات الثانوية العامة، وقال أجزم بعدم حدوث أي تسريب، وأن الغش الإلكتروني سيقل مقارنة بالعام الماضي. يعني هو ما قالش أنه هينتهي، بس قال هيقل. وقال ما تنشره صفحات الغش هو نصب واحتيال، ولدينا سيناريوهات للتعامل مع حالات الطوارئ.